مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة الشمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي العزيزات، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في مطبخ أمينة الشمس. اليوم إن شاء الله غادي نصابوا بسيطلات صغار ديال الدجاج. بسم الله. عندي أنا صدر ديال الدجاج طيبته مع مريقة وبصيلة وحيدة، شحرته مزيان حتى بقات المرقة قليلة، حيدته فرتته. هذا هو الصدر. عندي 200 غرام ديال اللوز منقية وقليتها في الزيت، والزيت خصو يكون بارد ملي نبغي نقليوه. ملي كنفسخو اللوز كنشفو مزيان كنقليوه في زيت بارد. عندي هادي هي المريقة اللي شاطت لي عندي من الدجاج، من صدر ديال الدجاج. عندي جوج معالق كبار عامرين ديال العسل، عندي 3 د البيضات، عندي الورقة الصغيرة، وعندي الزيت للدهن. بسم الله. غادي نطحن هاد اللوز هذا. اللوز خصنا غير يبدا يتحمر شويه، نطفيو عليه لان كيبقى سخون، هو كيزيد يتحمر في داك السخونيه اللي كتبقى فيه كتزيد تحمرو. انا مبغاش نسحقو مزيان، بغيت غير نخليه شويه حرش. دابا غادي ناخذ هذوك 3 ديال البيضات غنديرهم في هذيك المرقه وغادي نشحرهم فيها. ها انتما ها هي. غادي نخوي الدجاج ديالي هنايا في هاد السلافه، غادي نزيد عليها نشوف واحد الطريف هنايا، غادي نزيد عليها البيض، وغادي نزيد لها اللوز، وغادي نزيد العسل. ساهله اللي بغى يديرها ساهله. كي شريت لكم الدجاج من المرقه ولا شي حاجه نديروها به، ولا صدر ديال الدجاج ما كناكلوش حتى هو نخليه بحال هذا الشكل، هذا ما فيهاش شي صعوبه وما فيهاش تكاليف بزاف. غادي نخلط كلشي. القرفه اللي بغى يدير شويه القرفه يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش، انا ما درتهاش. غادي ناخذ الورقه غادي ندهنها بالزيت مزيان او الزبده دايبه اللي كان، وغادي نديرها في هذا المول الصغير انا بحال الطريقه هكذا. غادي نقطع طريف صغير نزيدو في الوسط، وغادي نعمر. غادي نجمعها بحال هذا الشكل هذا بحال هكذا. بحال هكذا نورك عليها مزيان. هانتوما هذا هو الشكل اللي كتجي، وغادي يبقى مستمر حتى نساليها كامله. غادي ناخذ طريف صغير غادي نديرو في الوسط،
غادي نضغط عليها مزيان باش كتعم باش كتجي هي هذيك مقاده. وغادي ناخذ عاوتاني زينب بحال هذا الشكل هذا هكذا وكا غنبقى مستمره حتى نساليهم. هما كنجمع بحال هكذا وكنولي عاوتاني نورك عليهم باش كنسدوهم. هانتوما هذا هو الشكل. دايما كندهنو الورقة باش ما كتجيناش قاصحة باش كتجي مقرمشة. دابا ملي ساليتهم كاملين غادي ندخلهم للفران يطيبوا على عافيه متوسطه ما تكونش مجهده وما تكونش ضعيفه بزاف. وكندهنوا لهم الوجه ديالهم بالزيت باش كيكون باش كيتحمروا لنا مزيان. بعد ما يطيبوا غادي نتلاقاو. دابا هو الشكل ديالهم ها هو طاب. هانتوما كتشوفوا كيجي. غادي ندير لهم شويه ديال السكر كلاصي من الفوق. هادو كيجيو زوينين في رمضان بحال هكذا كنحطوهم للفطور يكونوا فرديين. كنجبدو شويه بشويه الا بغينا نديرو بزاف كنجمعو في واحد العلبه ونخليهم حتى كنبغيهم عاد كنجبدوهم نطيبوهم. خصهم غير من الفريغو للفران ما يبقاش حتى يتلقاو ولا شي حاجه. غادي نزينهم شويه ديال القرفه من الوجه.
دابا انا ساليتهم، هذا هو الشكل ديالهم النهائي كي كيجيو. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء لوصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.